لبس الخاتم في الزواج كشعار من كشعار للزواج، الأخ ينقل عن البعض أنهم يقولون لا بأس بمتابعة الكفار في هذا. أقول لا، هدي محمد صلى الله عليه وسلم أكمل هدي. فلما كان البعض يدعون أن بعض الملل تقول باسم الأب الأم والروح القدس ويثبتون في الثالثة، فخرجت يثبتون الخاتمة في الثالثة، خرجت عن حيز العادات إلى حيز العبادات. ونحن لنا هدي قويم، هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو خير هدي يتبع. أما عن الدبلة كشعار للزواج فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يستعمل الدبلة كدليل على الخطبة، ولم يرد أن نسوته رضي الله عنهن كنا يستعملن الدبلة كدليل على الخطبة، ما ورد هذا. ولم يكن فيما علمت في يد النبي عليه الصلاة والسلام تسع دبل، دبلة مكتوب عليها عائشة والأخرى حفصة والأخرى سودة وهكذا، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاتخاذ الدبلة كشعار الخطوبة لا أعلم واردا لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. ولقد قيل إنه من سمت بعض الملل غير المسلمين، فليتق هذا اتباعا لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.